كان بغي الريال وكان بغي البارسا. اللي كيستاهل غير به. بالنسبه لي كمشجع لفريق ريال مدريد اكيد غنشجع فريق ريال مدريد وان شاء الله اللي غتربح. وكيف ما كنعرفوا رغم الغيابات ما كاينش غاريش بال ممكن رغم ذلك ما يكونش عندنا واحد المشكل لان ريال مدريد فريق ملكي واكيد غنتفوقوا على برشلونه ان شاء الله. اولا كنتمنوا التوفيق لفريق ريال مدريد. كنقول غير بحال جوج واحد رونالدو ان شاء الله وبنزيما. وانا محبين ديال البارسا وكيجي نتفرج بارسا نتبعها كل نهار واليوم ان شاء الله لاعبين مع الريال ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله. خويا الجوله الاولى كنشوفوا احنا المقابله جميله زوينه ولكن اللي كيبان لي هو انه البارسا الميليو شويه ناقصين ان شاء الله في دوزيام ميطا يمكن يدخل انيستا يكون مباراه كبيره ان شاء الله والفوز ان شاء الله يكون البارسا ان شاء الله برشلونه والوداد ان شاء الله. كان ماتش تكتيكي محض ما بين البارسا والريال. البارسا محتكر الكره والريال تيلعب على الهجومات المضاده. الشوط الثاني غنشوفوا المدرب الخطه اللي غادي يعطي ما بين الشوطين وهما اللي غادي الماتش خطه محض تكتيكي مزير. الريال مزيان كاع الهجومات كونتر اتاك غياب بنزيما تعطينا انا دي وادي غنمشيو الماركيو. الجوله الاولى خويا كان ديال ريال مدريد كان رونالدو ما بانش صراحه ولكن كانت شنو نقول مودريتش هو اللي كان في مقابله الجوله الاولى. شفنا ايسكو حتى هو دار واحد المحاولات ولكن البارسا ما كايناش صراحه. واخا انا مدريدي وما نقولش زعما البارسا راه ما كايناش ولكن كانت الجوله كامله ديال ريال مدريد. Thank you.
هي الماتش جا زوين ومهم البارسا لعبات والريال لعب ومهم نقطه نقطه الواحد ما يضيع. مع سميت انا برصاوي برصاوي كنت باغي تربح البارسا ولكن دوماج مع الريال مزيانه ليها التعادل ولكن دوماج خرا نعوض داك النقاط اللي مشاو. وهو بصراحه بطبيعه الحال الفرق بجوج قاموا بمقابله كبيره اللي صراحه كنتمنوا ان هذا المستوى يكون في البطوله ديالنا لمالا. وبطبيعه الحال انا كبرصاوي كنتمنى انه الفريق البرصاوي يربح ولكن لسوء الحظ في الدقائق الاخيره ولسوء الحظ ديال الفريق والهفوات اللي كانوا في يعني في الدفاع تسجل هدف يعني التعادل من الخصم وكنتمنى انها تكون نتيجه احسن في مقابله جايه باذن الله.